ده بيجي بيضرب يعني زي بتحيله بنزع عليه الضرب زي كده هيك بالشكل زي اللي بلخن زي السباحه تقريبا. فراح اجي عليه تمام. هلا احنا بالايكيدو عندنا في تمرين الاكنجيوز انا بدخل على العمق تبعه بعطل ايده هاي بحطها بعمل له نزله نزله على السنتر تبعه. شوف مهما كان قوي خش على يدك اوكي. هذا دايركت. في عندنا احنا تكنيكات شو اسمه للسيطره كثير. من عندنا مثلا السيطره هاي عندنا السيطره هاي بس هاي الشارع طويل يعني بدها وقت بدك يعني ما بيمكن يفلت منك يمكن المسافه مش كويسه. فاحنا اذا بنختار التكنيك اللي هو سريع التكنيك السريع في عندنا هذا التكنيك. في عندنا التكنيك الثاني ادخل عليه سكر عليه هرمي اللي كان هو تقبيل اكتب عليه عليه اذا اسيطر عليه بديش ازقه ممكن نفس التكنيك هذا يعني ما ادخل فيه كامل بس بخطر ما بحطش هنا بقول له كنت هستعمل هاي الطريقه اذا بديش اخذ وقت يمين استخدم هاي الطريقه كيف بسرعه علي؟ فعندك الرمي اهم شيء تدخل معه او تدخل فيه. انا بدخل معه وما ادخل معه او بدخل فيه تدخل فيه. يعني تعملوا تكنيكات كثير لهي الحركه. اسهل وحده انها تزد في حركات شوفوا هناك في تكنيكات هيك انت حر بس كل ما كان اسهل كل ما